حياكم الله مشاهدينا وجانا نتواصل معاكم. يمكن نحصل مثل ما انت عارفه ايام قليله ويعني يكون عيد الفطر السعيد. وايد من المواطنين والمقيمين يبي يقضون هذه الاجازه خارج الكويت. انت بتسافر؟ للاسف لا قاعد. سافر هذا حسانه بعد تو الناس على السفره رايضه شهر 8 استعدت يمكن حصه وزاره الصحه والمكتب الاعلامي الخاص لوزاره الصحه بتقديم بعض الخدمات للمواطنين خاصه بموسم صفر وغيره ايضا من خلال مناسبه شهر رمضان. انا عرفت انه كان في تعاون بينهم بين الهيئه العامه للشباب والرياضه واكتشفوا حالات من خلال بعض المجمعات التجاريه. ومو بس هالشيء عندهم وايد انجازات وايد تخطيطات لمشاريعهم الجايه ان شاء الله. وعشان تعرف على هالموضوع أكثر ويانا ما شاء الله الدكتورة ابتهال الحبيب، يا مرحبا فيك، استشارية طب العائلة بالمكتب الإعلامي بالوزارة الصحة. يا هلا فيك. كل عام وانتم بخير دكتورة. الله يسلمك، انتم بخير وصحة وسلامة، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. منا ومنك إن شاء الله. بالبداية نتكلم على الدور اللي قمتوا فيه مع الهيئة العامة للشباب والرياضة، اكتشفتوا حالات يمكن أرقام أنت نبيك تقولين لنا عنها من خلال مجمعات الكويت الخاصة في شهر رمضان. هو كان في التعاون هذا بدأ من بداية شهر رمضان. قام المكتب الإعلامي بفحص المشاركين أو حتى المارين في المجمع، تقريبا فحص سكر وضغط وقياس الوزن، وطبعا عملنا معه استبيان. فاللي تفاجأنا فيه واللي متوقع، طبعا احنا كأطباء متوقعين يعني متوقعين، بس ما توقعنا ان من 1050 من الاستبيانات ومن الناس اللي شاركوا تقريبا يوميا كنا نكتشف 3 إلى 4 حالات ضغط او سكر. اول مره نسميها هذه بالطب كيس فايندينج، يعني شيء مو على البال، يعني بالصدفه اكتشفنا. فالحمد لله. الضغط مرتفع او نازل؟ لا طبعا ارتفاع ضغط الدم، يعني هذا مرض بحد ذاته. ونفس الشيء السكر، وكان قياسه لاول مره يعني نكتشفه في هذه الحمله. طبعا احنا نوجههم بالنهايه وين يروحون، شلون يفحصونه مره ثانيه، وشنو الفحوصات اللازمه، يستشيرون اي طبيب. والحمد لله يعني الوعي زاد وتغير عن قبل. بغيت اسال يعني كل يوم تروحون مول معين؟ لا كان في الجيت مول. بالجيت مول. كانت المشاركه في الجيت مول. هو كان مجموعه من الاطباء؟ لا كانوا ممرضين يوميا يقيسون ويعملون الاستبيان. وان شاء الله احنا في صدد دراسه الاستبيان هذا، وراح نطلع ان شاء الله النتائج وننشرها عندنا في المكتب الاعلامي بوزاره الصحه. نعم، خصصت ايضا وزاره الصحه الحين في العشر الاواخر احنا اللي قاعد نعيشها هذه الايام في مسجد الدوله الكبير، هناك قسم متخصص يشوف الحالات اللي موجوده هناك دكتوره. هو طبعا احنا مشاركين في بث الخطط والمخططات اللي صارت في هذه الفترة والتحضيرات مع وزارة الصحة وإدارة الطوارئ الطبية ووزارة الأوقاف. وطبعا راح يكون عندنا بوث هناك، راح يكون في منشورات لنشر التوعية للمصلين. طبعا المنشورات هذه ممكن تكون ما لها علاقة في رمضان، لكن سبحان الله تدرون لما الواحد يمر بس ويشوف نشرة مكتوب عليها مثلا افحص السكر، أو افحصي مثلا عينة عنق الرحم مثلا، تحرك شيء، فممكن تحرك شيء يعني حتى لو قروا العنوان عرفتي، فشيء أكيد راح يترك أثر لبعض الناس ويصير عندهم وعي داخلي إنه خل نسأل على الأقل، نروح حق طبيب أو نروح حق متخصص نشوف شنو المفروض الإجراءات اللازمة. مثلا سيارات إسعاف أو شيء طبعا إدارة الطوارئ الطبية، طبعا هم راح يفيدونكم أكثر، مجهزين في المسجد الكبير وأكثر من مسجد في الكويت، يعني حتى في مساجد في حولي، في عيادات وفي أيضا إسعافات وإسعافات أولية، ويعني تجهيز متكامل. نعم، يمكن نستغل وجودك اليوم دكتورة نتكلم ان بعض المواطنين او الناس بشكل عام خصصوا ايام شهر رمضان والعيد يسوون فيها دايت ويتجهون يمكن هذا الاتجاه. احنا على طول يمكن اغلب الكويتيين، عن نفسي على طول دايت طول السنه حصه. انا والله مو دايت برمضان، لا ما اقدر الصراحه، حاولت والله. ما لومكم، الخير وايد، ورمضان دائما ضيف كريم وعزيز، يمر علينا ايام معدوده وينتهي من غير ما نشعر يعني. فالافضل ان ما نضيع وقتنا وايد في الاكل، هذه نصيحه، بس هي الاكل متعه يعني دكتوره، يعني الواحد يستمتع اللي ناوي. طبعا اللي ناوي خير وبركه، لكن لازم نعرف ان تغيير نمط الحياه هو سلوكي اكثر من ما هو يعني دايت حق بلبس بدله حق العيد او وراي حفله. يعني نتمنى انه يكون خلاص علاج سلوكي، مثل ما تقولون غسيل للمخ، ان انا بعيش حياه
صحية خالية من الأمراض. وأنا بعد والله بستغل هالموضوع، يعني انتشار الديتوكس هل هو لصالح المواطنين اللي أنا قاعد أشوفه، يعني بنات وشباب وصغار، هل هذا صالحهم الديتوكس؟ أنا مو متخصصة في السمنة، لكن أنا كطبيبة عائلة يمرون علي طبعا وايد مرضى عندهم إدمان لكل أنواع الرجيمات اللي تخطر على بالكم. يعني فالديتوكس حتى لما يسويه طبيب المعالج أو أخصائي التغذية يتسوى في فترة معينة من الزمن، ما ناخذ إحنا بالأشهر نسوي ديتوكس، شيء أكيد راح يضر الجسم. مثل ما قلت لكم علاج السمنة هو علاج سلوكي بحت، هو غسيل مخ مستمر يخلي الإنسان يغير نمط حياته، لأن تدرون نحن متصدرين الأوائل على العالم للأسف. زين شنو عقب التكميم دكتور؟ حتى عقب التكميم تدريب لي طبعا يعني ما تطوف 3-4 سنوات إلا في بعض الأشخاص رجعوا مرة ثانية لطبيب التغذية علشان يسوون دايت أو يروحون مرة ثانية يعيدون عملية التكميم. فهو ملحن الجذري مثل ما قلت لك، هو بعد مرة بعيدها وأصر عليها علاج سلوكي. نعم، يمكن تكلمتي على أمراض الضغط والسمنة والسكر وغيرها من هذه الأمراض اللي يعاني منها المجتمع. اليوم أنتم كوزارة صحة والمكتب الإعلامي، شنو دور التوعوي الخاص بتوعية المجتمع لمثل هذه الأمراض؟ طبعا إحنا يعني إحنا بالمكتب الصحي بتوجيهات من سعادة وزير الصحة والدكتور خالد سهلاوي وكيل الوزارة، في يعني بتوجيهاتهم في أن ننشر التوعية عن طريق التواصل الاجتماعي أو مثل ما نقول الإعلام الحديث، لأن الناس صايرة ما تحب تسمع وايد، ما تحب تقرأ وايد، فإحنا وايد راح نشد حيلنا في التوعية عن طريق رسائل فلاشات توصل للمتلقي لذهنه ولقلبه قبل لا يكون لسمعه. تدرين حصة يعني عصر السرعة والناس صايرة ما عندها صبر، تبي تتلقى المعلومة بطريقة بسيطة تيك هوي وأحسن من ما يعني تندز برودكاستات غير مستندة على دلائل علمية، أكل زنجبيل وأكل ثوم وخلطة لمحاربة السرطان، خلطة لمحاربة السكر. إحنا فلاشاتنا راح تكون كلها مستندة على دلائل علمية وتابعة لبروتوكولات عالمية، لأن التثقيف الصحي أنا بالنسبة لي هو أهم ركائز المجتمع المتقدم. راح يقلل لنا حالات الوفيات، راح يقلل لنا مضاعفات الأمراض، راح يقينا من الأمراض اللي هي مثل شنو عندنا لا سمح الله السرطانات، السكر، الضغط، هذه نسميها أمراض مزمنة غير معدية، وهذه يعني منظمة الصحة العالمية تشيد فيها وتشجع الجميع أن نتجه كلنا هذا التوجه لمحاربة هذه الآفة. أنا بالنسبة بما أن إحنا في يوم السوشيال ميديا فأكيد عندكم بعض يعني الجانب الاهتمام في هذا الموقع أو هذه المواقع التواصل الاجتماعي، فهل توجيهاتكم قاعد تكون في مواقع التواصل الاجتماعي؟ أمانة المكتب الإعلامي في وزارة الصحة مكتب جديد، يعني صاير له تقريبا 2 سنين، وإحنا يعني قاعدين نصارع وقاعدين نجتهد أن ننشر التوعية وننشر الأكاونت اللي عندنا على كل المجتمع، في التويتر، في الإنستغرام، وعندنا أيضا على اليوتيوب، عندنا قناة على اليوتيوب. نتمنى والله أنا أتمنى يعني أن توصل رسالتي والمشاهدين يسمعوني ويدخلون ويعلقون ما يخالف، والنقد البناء يعني إحنا راح نطور من نفسنا إن شاء الله. مكتب جديد بالنهاية تضافر الجهود وايد مهم، جهودكم أكيد راح يكون مميز وجهود كل المجتمع، المسؤولية الاجتماعية على الجميع. أشوف ويا المشاهدين يمكن هذا التواصل الاجتماعي اللي نزلت الخاصة بوزارة الصحة يمكن من هاشتاج الكويت اللي تكلمنا عنه بروح حق اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، كان 26 يونيو من أيام. نبي نتكلم على دوركم في هذا اليوم. شوفوا يعني أنا للأسف أقول لكم بالصراحة، يعني أنا اطلعت على الموضوع شفت إنه بس وزارة الصحة اللي تكلموا في هذا اليوم وتذكروا، ووزارة الداخلية أمانة سنويا لازم يتكلموا، واليوم إحنا وزارة الإعلام والوزارة الإعلام مشكورين إنكم يعني خليتونا نتطرق حق هالموضوع. هذا بالذات المخدرات هي آفة، وهو مرض، الإدمان مرض يحتاج إلى علاج. تدرون شنو شعار الحملة؟ طبعا هذه تابعة للأمم المتحدة، مو إن إحنا اللي مألفين الشعار، يعني شعار عالمي. شعار عالمي، شنو كان الشعار؟ اصغوا أولا، استمع أولا، listen first. رسالة موجهة حق منو؟ حق الأمهات والأبهات.
حثهم على الاستماع لأولادهم ولبناتهم، نشر التوعية، نشر إعطائهم الحب، الحنان، الاهتمام، السماع لمشاكلهم وهمومهم، لأن الدراسات أثبتت إذا الطفل يعني كان نشأته بتوازن وثبات نفسي راح يكون أقل عرضة لمشاكل. دكتورة بس خلينا نتكلم، يعني أنا في نقطة بتحكي عنها، يعني ترى الأم والأبو يكبرون والتغيرات من ناحية المخدرات تتغير، فمهما يكون ما عندهم الثقافة اللي تعرف شنو آخر التطورات أو آخر التغيرات لهذه المخدرات، فيعني ما يفهمون ولدهم، ما يفهمون إن هو متعاطي أو ماخذ شارب سيجارة، أو يعني أكيد هذه التغيرات كبر السن يلعب دور فيها. يعني الحين لو نبي ناخذ الحين الأعمار اللي فيها أعمار الأم أو أولياء الأمور اللي عندهم أبناء بعمر 15، كم أعمارهم حصة؟ لا مو كبار، بس يعني كبار. لازم تكون على دراية بآخر الأشياء هذه. هذا دورنا، هذا دورنا. وإحنا قلت لك هو شعار الحملة شنو؟ اصغوا أولا، سمعوا، كثر ما تسمعون وتكبرون الإذن راح تتعجبون وتسمعون عجب العجاب من الأطفال. الياهل مشكلته حتى لما يخربط بالكلام نحس إنه سخيف، إنه ما يفهم، إنه ما قاعد توصلنا يعني رسالة واضحة منه، لكن تحمل في طياتها مسجات وألارم. يا أمي يا أبوي سمعوني، أنا محتاجكم. الطفل من وهو عمره سنة ونص. شعار جميل يعني أطلقتيه اليوم معنا، وايد حبيته أنا صراحة. دكتورة ابتهال نشكرك أيضا على وجودك، إن شاء الله الرسائل اللي قدمتيها وصلت. بعد بدي أسأل سؤال، أعطوني وقت حق الدكتورة. تفضل. شنو إجراءاتكم للسفر الحين موسم سفر وصل؟ أكيد لكم إسهامات إن شاء الله. في عندنا فلاشات توعوية لدليل المسافر قاعدة تعرض الحين، صار لها كم يوم على شاشات الخطوط الجوية الكويتية، وأيضا هذه الرسائل التوعوية راح تنعرض على كل طيارات الخطوط الجوية الكويتية إن شاء الله، لكل ما يعني يخص المسافر وصحته. نعم، هم نقول لهم تروحون ترجعون إن شاء الله بالسلامة. كل آمين أجمعين، يعطيك العافية. شكرا. راح اروح ويا حصه ويا المشاهدين مع سعاده سفيرنا، سفير دوله الكويت في سلطنه عمان الشقيقه سيد فهد المطيري. راح نتكلم بعد شوي على سلطنه عمان في سوالف حلوه خاصه بالحداد بعد اللي راح نقوله. اكيد لازم نسولف عن الحلوه العمانيه العجيبه اللي دز لنا اياها الوزير. خلاص ان شاء الله بعد الفاصل.